البريسا كاناريو أو الدوجو كاناريو، كلب أصله أسباني تم إنتاجه في الأساس عشان مصارعة الكلاب اللي كانت قانونية في أسبانيا لغاية 1936 ميلادي، وكمان عشان يستخدم في الحراسة والصيد والرعي. البريسا كاناريو كلب من متوسط إلى كبير في الحجم، فالذكر في السلالة دي بيوصل ارتفاعه ل 66 سنتي ووزنه بيوصل ل 65 كيلو جرام، والنتاية بيوصل ارتفاعها ل 62 سنتي ووزنها بيوصل ل 55 كيلو جرام. البريسا كاناريو تفرعوا عن الكين كورسو بإن الجمجمة في البريسا كناريو مستطيلة والقورة صغيرة، وعظم خد الكلب بيكون بارز والصدر أعرض، وجسم الكلب من ورا بيكون أعلى في الغالب من قدام. البريسا كناريو كلب قوي وشخصيته مسيطرة، فما ينفعش الواحد ما عندوش خبرة في الكلاب. البريسا كناريو فيه منه كل الألوان ما عدا الأبيض، ومع قوة عض بتوصل ل 38 كيلو جرام على السنتيمتر المربع، فالكلب ده سفاح. أشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.